لو قلت لك قارن لي بين الثلاث عينات دول، هتقول لي دي معكرة تربد، ودي معكرة قوي very turbid، ودي رايقة clear less turbid. حلوة قوي، احنا عايزين النتيجة ارقام بقى، حول لي العقارة دي لارقام. فهنجيب جهاز يقيس العقارة دي، بيقيس التربيديتي دي، هنسميه تربيديميتر، الجهاز اللي بيقيس العقارة، وبيقيسها بتقنية اسمها تقنية العقارة تربيديمتري. يلا نعرف عنها بالتفصيل. قبل اي شيء يا صديقي افكرك ان ده جسم غريب بسميه انتجين، عليه علامات او ملامح وشه بسميها ايبيتوب. جسمي لو شاف الجسم الغريب ده هيكون له اجسام مضادة انتي بوديز لها صوابع اسمها باراتوب بتمسك بيها الانتجين. يبقى الباراتوب بتاع الانتي بودي بيمسك الايبيتوب بتاع الانتجين، شغل قفل ومفتاح، محدش يقدر يمسك الانتجين ده الا الانتي بودي ده، بيعملوا مع بعض انتجين انتي بودي كومبلكس. ومن هنا جت فكرة التقنيات الاناليتيكال تكنيكس، وده اساس علم السيرولوجي من كلمة سيرم، لاني بدور على الانتجين او الانتي بودي في سيرم العيان. لو سيرم العيان فيه انتجين والكواشف بتاعتي فيها انتي بودي ليه بنسميها انتي سيرم، بسمي الطريقة دي دايركت سيرولوجيك تيستينج. ولو السيرم فيه انتي بودي والكواشف بتاعتي فيها انتيجين بتاعها بنسمي الطريقة دي اندايركت سيرولوجيك تيستينج. ومن هنا العلماء طلعوا بتقنيات كتيرة قوي، اولا زي الاجلوتينيشن السيز، زي الدايركت اجلوتينيشن تيست والدايركت فلوكيوليشن تيست والاندايركت لاتكس اجلوتينيشن والاندايركت هيماجلوتينيشن تيست. ثانيا طرق زي الاميونوكروماتوجرافيك السيز زي الرابيد تيست الكروت. ثالثا اميونوكيميكال السيز زي الاليزا والفلوريسنس والكليه. وتدخل كمان في السبكتروفوتومتر زي التربيديمتري والنفلومتري. نركز النهارده على التربيديمتري، العقاره مبني على فكره الانتيجين انتيبادي كومبلكس. الشركه بتصنع كواشف فيها انتيبادي للانتيجين اللي بيدور عليه في عينه المريض. حلو قوي، الجهاز اللي بقيس بيه اسمه تربيديميتر، وده اعتقد قليل في مصر او مش موجود، ولكن بيحل محله او في عندنا جهاز اخر يقدر يشتغل تقنيه التربيديمتري، وهو جهاز الكيمياء. ايوه السبكتروفوتومتر بتاعنا، ما هو نفس الفكرة والمكونات. بص يا صديقي، فاكر في شغل الكيمياء عندي الرييجنت الكاشف بتاع السكر مثلا عبارة عن محلول، المحلول ده ما هو الا سائل عبارة عن بفر دايب في انزيم، علشان كده سميته محلول سوليوشن، مفيش فيه اي عقارة، بيتفاعل مع الجلوكوز اللي في السيرم وينتج لون. كل ما كان اللون عالي كل ما كان تركيز السكر عالي، والعكس صحيح. فالجهاز بيطلع ضوء يدخل على الكيوفيت اللي فيها المحلول، في ضوء بيمتص absorbed light وفي ضوء بيمر transmitted light. الجهاز هنا بيقيس الضوء اللي مر واخترق ده، ومن المعادلة دي بيستخرج الضوء الممتص absorbed light الabsorbance، وطبعا الامتصاص بناء على تركيز المادة اللي بقيسها بناء على قانون العالم بيير ولامبرت. نفس الكلام ونفس الجهاز في تقنية التربيديمتري، بس في شوية فروقات. اول فرق الرييجنت بتاعي او الكواشف بتاعتي غراوية كولويدال او معلقة سسبنشن، زي ما انت شايف كده معكرة فيها جزيئات عاملة للرييجنت عقارة اسمها لاتكس بارتيكلز، وممكن معاها او منفصلة انتيبادي لمادة عايز اقيسها، بحط عليها السيرم اللي فيه الانتيجين او المادة اللي انا عايز اقيسها فيعملوا انتيجين انتيبادي كومبلكس زي ما قلت في اول الحلقة. وكل ما عملوا انتيجين انتيبادي كومبلكس كتير كل ما عملوا عقارة اكبر، فهنا التربيديتي تتناسب مع كمية الانتيجين انتيبادي كومبلكس، فبيسموها تربيديمتري اميونو تربيديمتري تيربي لاتكس. حلوة قوي. تاني فرق، لما حط المحلول المعكر ده في الكيوفيت ويجي الضوء يعدي عليه، كنت من شوية في تحاليل الكالوريمتريك بقول لك في ضوء هيمتص absorbed وضوء هيعدي transmitted، والجهاز هيحسب اللي هيمتص. هنا لا بقى، في عندي جزيئات في عقارة، وبالتالي الضوء اللي جاي جزء هيخبط في الجزيئات دي ويتبعتر scattered light، وجزء هيمتص الجزيئات هتمتصه absorbed، وجزء هيمر transmitted. اهو الجهاز لو قاس الضوء الممتص الabsorbed light الabsorbance بتاع البارتيكلز دي، اهو ده التربيديمتري، قاس العقارة، ودي تقنية التربيديمتري. وبيكون مسار الضوء والتقاطه على 180 درجة. تالت فرق، تحاليل الكالوريمتري بتغير الويف لينس الطول الموجي بتاعها بناء على اللون.
اللون، وده حسب قانون لامبرت وبيير. هنا في التربديمتري مفيش الوان، يعني تغيير الويف لينس مش بناء على لامبرت وبيير ولكن بناء على الاتي. قالك لو السوليوشن والسسبندد بارتكلز كالرليس عديمة اللون فهنا تقدر تستخدم اي ويف لينس عادي، لكن لو السوليوشن ملون والسسبندد بارتكلز كالرليس عديمة اللون فهنا تقدر تستخدم الويف لينس اللي يعطيني اقل امتصاصية للسوليوشن الملون ده. طيب لو العكس، السوليوشن كالرليس عديم اللون والسسبندد بارتكلز ملونه، فهنا تقدر تستخدم الويف لينس اللي يعطيني اعلى امتصاصيه للسسبندد بارتكلز. طيب لو الاثنين ملونين، خلاص هنا هستخدم اثنين ويف لينس، واحد يعطيني اقل امتصاص للمحلول وواحد يعطيني اعلى امتصاصيه للسسبندد بارتكلز، وبنطرح امتصاص المحلول من امتصاص السسبندد بارتكلز. تحاليل التربديمتري يا صديقي بتكون فيكسد تايم، يعني بدخل المتفاعلات للجهاز وبيبتدي يرسم كيرف لمعدل التفاعل، وبياخد قراءة أولى بعد زمن معين وياخد قراءة تانية بعد زمن معين، وليكن القراءة الأولى بعد 30 ثانية والقراءة التانية بعد 120 ثانية مثلا، أو أيا كان حسب البامفلت ما بتقول. وبناء على ستاندرد او كاليبريتور هقدر اعرف التركيز بتاع الماده اللي بقيسها. بيكون في محلول معقر اللي هو اللاتكس بارتكلز كور كده، وفي محلول تاني فيه انتيبودي، او احيانا ده مع ده، اللاتكس بارتكلز كوتد متغطيه وعليها الانتي سيرم اللي هو الانتيبودي. فلو عايز اقيس او اقدر نسبه وليكن سي ار بي او اي اس او او ار اف، السي ار بي اللي يعتبر انتيجين ده هيروح يلزق في اللاتكس بارتكلز، ويجي بعده المحلول الثاني وهو الانتي سيرم او الانتيبادي يمسك في الانتيجين اللي ماسك في اللاتكس. وطبعا كلهم مرتبطين ببعض، فكميه اللاتكس بارتكلز بناء على كميه الانتيجين انتيبادي كومبلكس. شويه نصايح لشغل التربديمتري: الحفظ الجيد للكواشف، وخد بالك من درجه حراره الثلاجه لان الحراره الغلط بتبوظ المحلول بسرعه. طلع الكواشف تاخد درجه حراره الغرفه قبل ما تشتغل بيها، امشي على البامفلت بالظبط في الويف لينس درجه الحراره، يعني لو قال لك 37 يبقى 37، وخلي الكواشف والعينات تاخد 37 قبل الشغل، ده لو قال كده. الريجنت المعكر يا صديقي اعمل له ميكس كويس قبل ما تشتغل بيه وقبل ما تاخد منه، خطوه في منتهى الخطوره والاهميه، وبدونها الحالة دي باظت والعبوة باظت والنتائج اللي جاية بتاعت العلبة دي كمان غلط. غالبا الكميات النهائية لمحاليل التربديمتري واللي هتدخل للجهاز قليلة، من 150 ل 450 مايكروليتر، فتأكد ان الجهاز بتاعك قادر على قياس الكميات القليلة دي بدقة. ظبط البايبيتس البيبتات بتاعتك، لان اغلب شغل التربديمتري بياخد من عينات المريض احجام قليلة قوي زي 5 مايكروليتر او 7 مايكروليتر او حتى 10 مايكروليتر. لو البنفل الطلبة سيرم فارجو يكون العينة اتجلطت تماما وما يكونش فيها اي جزيئات في السيرم، يعني يكون لسه ما اتجلطتش قوي، لان جزيئات الجلطة دي هتتداخل في التفاعل. وللعلم تقنية زي التربديمتري مش بتتأثر بمواد دايبة وزنها تقيل زي الفايبرينجن، فعلشان كده ممكن اشتغل بالبلازما عادي، وبرضه كله حسب البامفلت. ممكن نشتغل تحاليل كتيرة تربديمتري، بروتينات كتير زي دي، وبنشتغل حاجات مناعية برضه زي دول، وأدوية وعوامل تجلط وفيتامينات. ولكن أشهر تحاليل التربديمتري اللي ممكن تشتغلها عندنا في مصر هو الـ ESO والتراديشنال CRP والهايلي سنسيتيف CRP والRF والهيموجلوبين A1C والD دايمر والفيتامين D. سلام.